هادئ جدا، وكان في تفاهم وتوافق على المصلحة العامة، على احترام المؤسسات، على ملء الشغور، على النقاش كان هادئ جدا، وما كان في ولا إشكال بمعنى الكلمة أبدا، ما صار في لا تصادم ولا مشكل أبدا أبدا. تفسير الصلاحيات، يعني هلأ المناطة نعم بمجلس الوزراء ممكن تاخد أبعاد أخرى، يعني يصير في تباين حول بين الوزراء أنفسهم؟ أرتقي أنه بلبنان كل شيء وارد، كل شيء وارد بلبنان، بس الخلاف أو التباين هو بين النص الدستوري يلي أناط بمجلس وزراء وكالة صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية، وبين التفسير الميثاقي يلي في ناس بيعتبروه انه اعلى من الدستور، ويلي على اساس الميثاق الوطني يلي تأسست الدولة الوطنية، الدولة اللبنانية. ماذا سيكون موقف، يعني الموقف بالمجلس معالي الوزيرة إزاء موضوع سلسلة الرتب والرواتب، حيث اليوم نقابيين بدأوا تحركهم والاتجاه كما يبدو لمقاطعة الامتحانات الرسمية، يعني مصير آلاف الطلاب معلق إلى متى؟ أنت عم تسألي عن أي مجلس، نواب أو وزراء؟ نحن مجلس وزراء. نعم. مش من المشكل مش واقف عنا لحتى ناخذ تدبير. المشكل موجود داخل مجلس النواب وتوافق اللجان. نعم. حول معايير معينة يمكن ياخذوا رأي بعض السياسيين بمجلس وزراء، إنما المشكل منه بمجلس وزراء، المشكل بين مجلس نواب والشعب. بالموضوع الرئاسي، هل من شيء جديد في الأفق على علمك؟ يعني وكمان سؤال، يا ريت يا ريت يا ريت الحقيقة كنا خلصنا من هالمشاكل يمكن يلي هلا عم تسأليني عنها. نعم، اليوم كمان مع الوزيرة بدأت التعليقات على القرار المتعلق بالنازحين السوريين وعدم اعتبار أي شخص سوري يذهب لسوريا ويعود منها، يعني تطلق عليه صفة نازح. هل تتوقع أنه يتفاعل هالموضوع أكثر؟ أنا برأيي أنه ما تاخذوا فقط كلمة من يدخل ويخرج إلى سوريا، في اتفاقات دولية موجودة. نعم. ونحن موافقين عليها، اللاجئ بكل بلدان العالم يلي الدول يلي موافقة على هالاتفاقيات ما بحق له يتعاطى سياسي. هالمظاهرة يلي صارت والتظاهر والاستفزاز بيجعل من هالفئة المعينة عم تستفز فئة تانية بقلب بلدها. بأن إذا كانت تأخذ قرار من نوع يلي بيروح وبيجي بيعنوا انه بتحققوا من بالفعل حقه المشروع، يمكن تفقد بيته او تعاطي سياسي او القرار اتخذ هيك، بس مبدئيا، بس ما بيمنع انه كل شخص تنطبق عليه المواصفات وما خالف الاتفاقات الدوليه، بفتكر الدوله اللبنانيه ما بتمانع ترجع تفوته، بفتكر، لانه نحن بنحترم القوانين والاتفاقيات الدوليه، بس بالاتفاق بيقولوا ممنوع يتعاطى سياسي. نعم. لهالسبب مبدا قال لهم يلي بيروح وبيجي ما له حق، بس انا بنظري يمكن المبدا ان فات بيرجعوا بيحققوا معه بالرجعه ليش وكيف، وفي في وسائل بعدين تطبيقيه وتنظيميه بتصدر عن معالي وزير الداخليه. نعم. بفتكر بتصير بتوضح الامور اكثر، بس كمبدا كمبدا يعني شلوا البلد يوم كامله، وهالتظاهر مع الاستفزاز اللي صار منه كتير مظهر طبيعي. انا بشوف شو بيصير بغير بلدان بالعالم، يعني نحن بنحترم اللاجئ وبنحب اخواننا السوريين، بنحترم كمان انتمائهم لاي ميل سياسي، ان حبوا اليمين او اليسار انا بحترمهم،
بس الاستفزاز وطريقة يعني بتشوفي أول نهار شيء وتاني نهار شيء، وما كان بالفعل هيدا خليكي تفكري إنه صاروا بيقدروا يشكلوا خطر على بلدك. لهالسبب يمكن مصلحة البلد هون أهم من مصلحة أي مصلحة أخرى. نعم، شكرا.